بتاع الفاينل اربع مواضيع معاك، البليدنج تايم، الكلوتنج تايم، فصائل البلاد جروبس والارتش الريسس فاكتور. ماشي، نبدا باول واحد البليدنج تايم. هو كده كده الحاجات اللي هو عايزها منك هيطلبها منك خلاص السؤال، بس انا عايزك وانت داخل الامتحان تبقى عارف انت هتكتب ايه في كل موضوع. هيطلب منك ايه في البليدنج تايم؟ هيطلب منك التعريف، هيطلب منك الخطوات، هيقول لك ازاي اقيس يعني عايز الخطوات، هيطلب منك النورمال فاليو القيمه الطبيعيه، هيقول لك اسباب البرولونج بليدنج تايم، ممكن يقول لك قارن بالمرض البربرا ومرض الموسم. طيب يعني ايه بليدنج تايم؟ البليدنج تايم انت فاكر الهيموستيزس ايقاف النزيف؟ الجسم عشان خاطر يوقف النزيف كان بيعمل كام خطوه؟ ثلاثه، بوزو كونستريكشن والصفايع بتعمل سداده مؤقته وبعدين تجلط. طب لو انا قلت لك ان البليدنج تايم تعريفه هو الوقت اللي الجسم محتاجه عشان يوقف النزيف من غير جلطه، من غير ما يحتاج ان هو يكون جلطه. الجسم بيوقف النزيف من غير جلطه بايه؟ بالبوزو كونستريكشن وبالصفايع، اللي هما الاثنين وظيفه الصفايع اصلا. عشان قلت لك ان الصفايع بتطلع ثرومبوكسين اي 2 وبتطلع سيروتونين وبيعملوا فازو كونستريكشن، يبقى البليدنج تايم بيقيس الوقت اللي الجسم محتاجه لايقاف النزيف دون الاحتياج لتكوين جلطه، يبقى التيست ده بيقيس الصفايع. ولو تفتكر في النظر انا قلت لك مشاكل الصفائح نوعان، المشكله في العدد سميناها ثرومبوسيتوبينيا تبقى اقل من 50,000، او مشكله في الوظيفه سميناها ثرومبوافينيا. يبقى التيست ده بيقيس لي عدد الصفايح وظائف الصفائح. فاهم الفكره؟ كمان شويه ما اقول لك اسباب البرولونجد بليدنج تايم، امتى الجسم يوقف النزيف عن طريق الصفائح وياخد وقت اطول لو في مشكله في الصفائح. يعني بقول لك اسباب البرولونجد بليدنج تايم، هي مشكله في العدد ثرومبوسيتوبينيا، مشكله في الوظيفه ثرومبوافينيا. اهو اخذت التعريف مع اسباب البرولونجد بليدنج تايم. طيب نعرف بقى بالانجلش يعني ايه بليدنج تايم. It is the time needed to stop bleeding without clot formation دون الاحتياج لتكوين جلطه، من قوسين يعني بالفازو كونستريكشن وبالبليتلتس او بالبلج اللي هي السداده اللي بتقفل النزيف، والاثنين وظيفه مين؟ Both are functions of platelets. نمره اثنين، so this test الاختبار ده بيقيس لي يعني كل سلامه بيقيس لي البليتلت نمبر والبليتلت فانكشن. ادي التعريف. يقول لك how can you measure bleeding time، يعني عايز الخطوات، ادفع خطوات جمله الشحاتين sterilize and break. وبعدين لو معاك ستوب ووتش شغلها، شغل ستوب ووتش، ستارت يور ستوب ووتش، وابدا من غير ما توصل صباع العيان وداوت سكويزنج باستخدام قطعه من الورق اسمها فلتر بيبر او قطنه تمسح الدم اللي خارج من صباع العيان كل تقريبا 15 ثانيه او نص دقيقه لحد ما الدم اللي خارج من صباعه يقف، توقف الستوب ووتش بتاعتك وتحسب الوقت. يبقى هو ده الايه؟ سهل يعني، ممكن حد يعني في ثانوي يكتبها. Sterilize the patient finger, break the patient's finger, start your stopwatch, wipe يعني امسح the blood coming from the patient's finger without squeezing every 15 seconds or half minute using a filter paper or a piece of cotton. Then when the bleeding stops, stop your stopwatch and calculate the bleeding time. سهلة؟ دافعة. تعريف الستبس. طب النورمال فاليو بقى، الجسم ياخد وقت قد ايه عشان خاطر يوقف النزيف؟ بالصفايح من دقيقة لثلاث دقائق. طبيعي. يبقى البليدنج تايم الطبيعي from 1 to 3 minutes ده النورمال فاليو. طب أسباب البرولونج بليدنج تايم سمعني. ديكريس كاونت ثرومبوسيتوبينيا أقل من 50,000، او ديكريس فانكشن بنسمي المرض ثرومبو اثينيا ضعف في الصفايا. طب المقارنه دي هاجلها مع التجربه اللي جايه، لان المقارنه دي ممكن تجي لك مع البليدنج تايم او تجي لك مع الكروت. هي غالبا بتيجي مع البليدنج، يعني انت داخل جاهز بيها، انت مذاكرها، يعني مش هتفرق معاك انت مذاكرها مع البليدنج ولا مذاكرها مع الكلوتنج. شوف في راس السؤال هو طالبها مع انهي تجربه، يعني اللي هيجي له البليدنج يشوف هو طالبها ولا لا، اللي هيجي له الكلوتنج يشوف هو طالبها ولا لا. ديفرنشيت، فرق ما بين مرض البربرا ومرض الهيموفيليا، يعني مقارنه حتى تنجم مع حالك في جدول
التجميعة دي مش موجودة في أي حتة، فأنا مجمع حالك مقارنة بالمرض البربرا بتاع الصفايح ومرض الهيموفيليا بتاع التجلط لو تفتكر. عشان كده بيجيب السؤال ده يا إما مع البليدنج تايم يا إما مع الكلوتنج تايم. أنت متخيل كده أول تجربة خلصت؟ يمكن يكون العمل بتاع الفاينل عدد التجارب أكتر لكنها أسهل. أسهل بكتير جدا. يعني أنت عندك البليدنج تايم والكلوتنج تايم تقريبا شبه بعض، دول في المذاكره يخلصوا في ساعه الا ربع، يعني الاثنين دول يتبقى لك البلاد جروب والريسس اللي فيها شويه كلام كتير شويه يمكن فصايل الدم بس. كشباب ادي البليدنج تايم، ادي انت بس معلش بسرعه، هلا ممكن العمل يجي نظري؟ ما انا هقول لك بقى يجي نظري فين؟ يجي لك نظري مع البلاد جروبس او مع الار اتش. اقول لك ايه الاسئله اللي ممكن تيجي نظري مع البلاد جروب او اللي مع الار اتش. انما بالنسبه للبليدنج تايم والكلوتنج تايم اقصى سؤال نظري ممكن يجيبوه هو ده، فرق بين مرض البربرا ومرض الهيموفيليا سواء مع ده او مع ده. جت قبل كده حاجات من ده فين؟ من العمل النظري مرتين في النظري. يعني ما انا اقول لكم بقى الاسئله النظري بتاعه البلاد جروبس والاسئله النظري بتاعه الار اتش تذاكروهم قبل الامتحان، قبل امتحان الريتك. اديني بقول اهو، مش معنى ان هما ممكن يعني او انها اسئله نظري بتيجي مع العملي انها ما تجيش في امتحان الفاينل الريتن. يعني هقول لك مثلا اهميه تحديد فصيله الدم، دواعي نقل الدم، الاحتياطات اللي لابد من اتخاذها قبل نقل الدم، اثار نقل الدم الخاطئ، اهميه تحديد الار اتش، كل دي اسئله انت هتبقى داخل مذاكرها مع العملي، بس لازم تكون مذاكرها لي كمان قبل النظري. وبتيجي مش عملي يقلب، مش خلاص امتحان العملي خلص ما ذاكرهاش للنظري، لا الاسئله دي كمان تتذاكر قبل امتحان النظري الفاينل. اديني بقول اما اصلها هفكرك. طيب الكلوتنج تايم تقريبا نفس العناوين، التعريف الستبس النورمال فاليو والبرولونج كلوتنج تايم، وبرضه يا اما يجيب لك البربرا والهيموفيليا مع البليدنج او مع الكلوتنج نفس العناوين. طب تعريف بقى الكلوتنج تايم، هنا بقى الوقت اللي الجسم بيحتاجه عشان يكون جلطه. يعني هنا في جلطه في الكلى. طيب انا كنت بشرح لك التجلط الانترنسك والاكسترنسك باث واي، انا هعمل التجربه دي في المعمل، يبقى انا هشوف التجلط بتاع الانترنسك ولا الاكسترنسك؟ الاكسترنسك. بصوا غلطتوا نفس الغلط، قلت لكم كلمه انترنسك واكسترنسك مش معناها جوه الجسم وبره الجسم. كلمه انترنسك يعني تجلط يبدا داخل الوعاء الدموي، او اكسترنسك يعني يبدا من خارج الوعاء الدموي، يعني عن طريق الانسجه المصابه. هل انا في المعمل عندي انسجه مصابه؟ لا، يبقى انا في المعمل بقيس انهي سكه؟ الانترنسك. انا ما عنديش اكسترنسك في المعمل، ما عنديش انجورد تيشوز، ما عنديش انسجه مصابه، يبقى الاختبار ده بيقيس لي عوامل التجلط بتاعت انهي سكه؟ السكه الانترنسك. فهمتوها؟ مش احنا قلنا لو تفتكر في النظري الانترنسك يحصل ان فيفو وان فيترو. يعني ايه ان فيترو؟ في التست تيوب اهو. يبقى انا في التست تيوب في العمل بتاعي بقيس التجلط بتاع السكه الانترنسك، بقيس الكلوتنج فاكتورز بتاعت السكه الانترنسك مش الاكسترنسك. يبقى تعريف الكلوتنج تايم بقى بالانجلش، it is the time needed for clot formation. It measures the clotting factors of any pathway of the intrinsic pathway. طب الستبس، الستبس هنا بقى مميزه قوي لانها خطوات ثلاث طرق. انا عندي فيه ثلاث طرق ممكن احدد بيهم الكلوتنج تايم، يعني مش خطوات طريقة واحدة، لا كم طريقة؟ ثلاثة، والثلاثة في الامتحان مطلوبين منك. طريقة اسمها الكابيلاري ميثود، طريقة اسمها السلايد ميثود، والطريقة الأكثر دقة اسمها التيوب ميثود. بتطلبهم التفصيل كلهم؟ التفصيل كلهم، بيطلبوا كلهم، أنت بتقول له صحيح وأنت بتشرح دي إن دي أكثرهم دقة، بس نظرياً الكل عليك، الكل بيتكفل. طب كلمة كابيلاري ميثود من اسمها يعني بسحب الدم في كابيلاري تيوب زي ما خدنا في الهيماتوكريت كده. طيب نمسك الكابيلاري ميثود، جملة شحتين سترلايز وبريك وبعدين ويذدرو
او صك اسحب الدم اللي خارج من صباع العيان في كابيلاري تيوب. عشان الطريقه اسمها ايه؟ كابيلاري ميثود. بس في حاجه مهمه قوي بقى، اوعى تنسى انك تكتبها. الكابيلاري تيوب ما فيهاش هيبارين، مش زي الهيماتوكريت. بقى انا هنا عايز اقيس التقلص، فما ينفعش احط هيبارين لان الهيبارين مضاد للتقلص. يبقى لازم تقول لي withdraw the blood into a non-heparinized capillary tube. لازم توضحها دي، ان الكابيلاري تيوب من جوه مش عليها هيبارين، ما فيهاش هيبارين، لان انا هنا محتاج الدم يتجلط، انا عايز اشوف الجلطه. نمره 3، ابدا تقريبا كل 15 ثانيه اكسر جزء من انبوبه. يعني اكسر جزء من انبوبه، جزء صغير من الانبوبه. هتقول لي اشمعنى؟ لان حضرتك الجلطه احنا اخذنا في النظر عباره عن خيوط فايبرين، صح؟ خيوط الفايبرين دي ما تبانش من بره، تبان من ايه؟ من جوه. يعني مثلا بص، وانا بستخدم الكابيلاري ميثود بعمل ايه؟ خليكم مثلا ده الجزء اللي انا كسرته وده بقيه الانبوبه. لو الجلطه اتكونت بتلاقي فتله كده، بتلاقي خيط ما بين الجزء الكبير والجزء الصغير. يبقى عشان خاطر تشوف الخيط ده كان لازم ايه؟ تكسر الانبوبه. يبقى بريك سمول بيس اوف ذا تيوب. هتقول لي انا عارف اكسرها طبعا، دي رفيعه جدا. كابيلاري تيوب انبوبه رفيعه جدا لان فيها كابيلاري ساكشن فينومينا. زي اللي اخذناها في الهيماتوكريت، انبوبه رفيعه جدا كل 15 ثانيه كل ربع دقيقه تكسر جزء منها لحد ما خيوط الفايبرين تبان توقف الستوب ووتش. طيب انا ليه بقول لك ان الطريقه دي مش دقيقه؟ لان وانا بعمل الاختبار ده بحط الانبوبه في كف ايدي عشان خاطر تبقى قريبه من حراره الجسم اللي هي 37. بس حضرتك ممكن حراره كف ايديك تتغير بحراره الجو. يعني لو الجو ساقعه ايديك هتبقى ساقعه، لو الجو حر ايديك هتبقى عرقانه. عشان الطريقه دي مش ايه؟ مش اكيوريت. تسلم ايديك، شكرا. عشان الطريقه دي از نوت اكيوريت. طيب النورمال النورمال الجسم ياخد وقت قد ايه عشان خاطر يكون جلطه؟ من 4 ل 10 دقايق. يبقى الارقام سهله، البليدنج تايم من 1 ل 3، الكلوتنج تايم من 4 ل 10. نمسك السلايد ميثود، نفس الفكره بس المره دي بحط نقطه الدم اللي خارجه من صباع العيان على سلايد، على شريحه، وابدا باستخدام بن دبوس او ابره افتش على خيوط الفايبرين جوه الدم. اول ما الاقيها اتكونت اوقف الستوب ووتش. طبعا انا معرض للجو. التيوب ميثود بقى اللي قلت لك اكثرهم دقه، هنا بقى قايلها لك صريحه، اسحب العينه من الوريد. يعني هنا اللي هيكتب لي جمله الشحاتين يبقى مش فاهم. زي ما اخذنا في الاي اس ار لو تفتكر قبل الميد ترم، بس الاي اس ار كان جايبها لك بشكل غير مباشر. كان بيقول لك بحط 2 مللي دم على نص مللي صوديوم ستريت، وانت فاهم ان 2 مللي دول يبقوا من الوريد. هنا بقى قايلها لك بشكل مباشر، اسحب العينه من الفين من الوريد، وبعد كده حط العينه بتاعتك في انبوبتين. ليه الطريقه دي هي اكثرهم دقه؟ لاني بحط الانبوبتين في حضانه انكيوبيتور. الحضانه دي عباره عن حمام مائي درجه حرارته 37. يبقى انا ضامن كده ان التجلط هيحصل في وسط حرارته شبه حراره الجسم. اعمل ايه بقى؟ ابدا بكل نص دقيقه تقريبا اميل الانبوبه. طيب امتى التجلط يكمل؟ امتى اعرف ان الدم جوه اتجلط؟ لو ميلت الانبوبه اكتر من 90 درجه والدم اللي جواها ما انسكبش. If you tilt the tube more than 90 degrees without spilling، يعني ايه spilling؟ انسكاب، من غير ما الدم اللي جوه يتدلق. طب ما اتدلقش ليه اتجلط؟ ساعتها توقف الستوب ووتش. يبقى بعد ما حطيت الانبوبتين في حمام الميه اللي حرارته 37 ابدا كل نص دقيقه اميل الانبوبه. لو لقيت الدم بينزل منها ارجع احطها تاني في حمام الميه، وبعدين بعد نص دقيقه اخرجها تاني. لو ميلتها اكتر من 90 درجه والدم ما اتدلقش يبقى الدم اللي جوه ايه؟ اتجلط. مش ممكن تكون قبل ال فتوقف الستوب ووتش، يعني قبل الفتره قبل النص دقيقه. مش نص دقيقه، ده من 4 ل 10 دقائق.
فيها ايه؟ انا فرقت معاك نص دقيقه او 10 ثواني حتى مش هتفرق في القياس. طيب سهله الستبس، اظن ان الستبس هنا مميزه، ثلاث طرق مش طريقه واحده. النورمال فاليو قلناه من 4 ل 10 دقائق. طيب اسباب البرولونجد كلوتنج تايم، الكلوتنج تايم الاختبار ده بيقيس لي التجلط، يبقى يطول لو في مشكله في التجلط زي في الحالات التاليه: مرض الهيموفيليا، اللي احنا بقى في النظري فاكر تعريفه، مرض وراثي مرتبط بالاكس كروموزوم متنحل بيمتاز ان في قابليه عاليه للنزيف بعد الاصابات البسيطه، يصيب اكثر الرجال والست تبقى حامله للمرض. انواعه: هيموفيليا A ناقص فاكتور 8، هيموفيليا B ناقص فاكتور 9، هيموفيليا C ناقص فاكتور 11. مين اكثرهم انتشارا او الموست كومن؟ A 85%، B 10%، C 5%. قراءه جديده في صفحات قديمه. الكلام ده احنا اخدناه في النظر، اخدناه بالنص كده. فتقول له اول حاله بيطول فيها كلوتنج تايم مرض الايه؟ الهيموفيليا. تعرفه وتقول لي اسبابه، وكل سبب بيعمل هيموفيليا نوعها ايه؟ ناقص فاكتور 8 هيموفيليا A، 9 هيموفيليا B، 11 هيموفيليا C. احنا مش عادي. خلاص مفيش مشكله. ما هو معروف ان 85% ده يعني يبقى هو الموست كومن، يبقى هو اكثرهم حدوثا. حتى انت كاتب حتى في الورق ان هو كلاسيك تايب. يعني ايه كلاسيك تايب؟ النوع التقليدي يعني معظم انواع الهيموفيليا نوعها ايه؟ احنا فين وفين يعني في الطب ما بنشوف مريض هيموفيليا بي او هيموفيليا سي، يعني غالبا بيبقى هيموفيليا ايه؟ اول نوع ناقص فاكتور 8. ماشي، ادي اول حاله. ايه رايك نمره 2 امراض الكبد؟ مش عوامل التجلط بتتصنع في الكبد؟ فالكبد لو في مشكله، واحد عنده تليف في الكبد، عنده التهاب كبدي، عنده سرطان في الكبد، يبقى تصنيع الكلوتنج فاكتورز هيبقى ضعيف، فالجسم ياخد وقت اطول لتكوين الكبد. طيب اللي عنده صفرا سداديه اوبستراكتيف جوندس لان عنده نقص في فيتامين ايه؟ كي. اللي اخدناه في النظري قلنا فيتامين كي عشان خاطر يمتص لازم له العصاره الصفراويه. فاللي عنده انسداد في القناه المراريه البايل مش بينزل الامعاء، يبقى العيان ده عنده نقص في فيتامين كي. طب فيتامين كي مهم في ايه في التجلط؟ بيصنع ايه في الكبد؟ فاكتورز 2 7 9 10. فلو فيتامين كي ناقص الكلوتنج تايم يطول. اخر حاجه العيانين اللي بيتعالجوا بدايكيومارول او هيبارين، واحد قعد فتره طويله ياخد مواد مضاده للتجلط يحصل له ايه في الدم؟ سيوله. سهله يا شباب؟ هنقرا مع بعض اول تجربتين وبعد كده نخش على اخر اثنين. سهلين؟ دول في الشرح اخدوا قد ايه دول؟ تلت ساعه تقريبا او ربع ساعه. ياخدوا منك قد ايه في المذاكره؟ بكترها نص ساعة أو ساعة إلا ربع، بكترهم قوي. أنا عايزك في خلال ساعتين أو ساعتين ونص بالكتير تبقى مخلص العملي، مش مستاهل يعني. عشان خاطر تقعد بقى تزيد، تكرره. عشان في الامتحان الوقت بيبقى محدود. أنا في الامتحان مش عايزك تفكر. أنا في الامتحان أنت داخل عارف أنت هتعمل إيه. التجربة جات لك وقريت السؤال، تعريف، خطوات، نورمال فاليو، برولونجد، إزاي أفرق، خلصت. آخر حاجة بس قبل ما أنسى. السؤال. ازاي افرق بين مرض البيرتر ومرض الهيموفيليا؟ كلام احنا اخدناه بس انا مجمعه لك بقى في جدول. انا هقارن نمره واحد من حيث التعريف. يعني ايه بيربرا؟ اللي هي بقعه. ايوه بقعه زرقاء في الجلد، نتيجه نزيف تلقائي صغير. طيب يعني ايه هيموفيليا؟ لسه معرفينها، مرض وراثي اكس لينكد ريسيسيف بيمتاز ببليدنج تندنسي بعد الاصابات البسيطه. طيب السكس افكتد، البربرا تاثر على الست والراجل قد بعض، الهيموفيليا ياثر على الراجل اكتر والست تبقى كارير. طب الاسباب، البربرا مشكله في الصفائح، يا مشكله في العدد ثرومبوسايتوبينيا، يا مشكله في الوظيفه ثرومبواكينيا. طب الهيموفيليا اسبابها تنزل بالانواع، نقص فاكتور 8 هيموفيليا A، نقص فاكتور 9 هيموفيليا B، نقص فاكتور 11 هيموفيليا C. سهل. طيب البليدنج تايم كلوتنج تايم، عيان البيربرا يبقى البليدنج تايم برولونجد والكلوتنج تايم نورمال، عيان الهيموفيليا البليدنج تايم نورمال والكلوتنج تايم هو البرولونجد.
خلصت ما فيهاش ولا كلمة جديدة. التجميع اللي عامل الورق ده برضه يزن على فكرة شباب، اللي عامل الورق ده برضه يزن، هو اللي تعب فيه برضه. بس آخر تجربة أنا اللي كتبها. لا ما تلاقيش وقت المرات أحسن كتير جدا المرات دي. هو كتير ليه كده؟ قاعدة مش معاها ورقة يا شباب؟ قاعدة مش معاها زمن؟ على فكرة أنت مع الوقت أنا قلت لك هتلاقي نفسك أخطأت في الإيه؟ بس أنا في جزء أنا في خمسة هنزودها مش مشكلة خطوة هنزودها مش مشكلة يعني بسطت يعني مش مشكلة خالص. عادي جدا عادي جدا بس أنا مسحتهم ليه؟ لأن أنت كده بدف فدف دي تيجي ديفينيشن يعني لو حبيت تكتب اكتب ديفيشنز يعني أصل ده مش اختصار علمي يعني ديف دي مش اختصار ديفيشنسي نقص فساهمين اه بقى ساهمين يعني نقص بس مش اكتر يعني هي دي بقى الحاجات الصغيره اللي انت هتاخد بالك منها بعد كده وانت بتعمل ورق انت المره دي احسن بكتير جدا من قبل بكتير. طيب اتفضلي. طيب ماشي ليه بقى؟ قولي لي انت. لا انا عايز اسمعها منك. ماشي فكري كده شغلي مخك. لا مش الكبد. بص عيان السكر بيبقى عنده لخبطه في عمليات الاي بتاعه الكربوهيدرات بتاعه الدهون بتاعه البروتين فممكن يصاحب السكر ترسيب للدهون والجلوكوز في الجدار الوعي الدموي فيبوظ الاندوثيليوم وما يبوظ الاندوثيليوم اما يبوظ الاندوثيليوم حاجه من الاثنين بقى يا اما الصفائح تحب تمسك فيه ده بالعكس العيان بتاع السكر بيبقى عرضه اكتر للجلطه انه يكون جلطه عشان قلنا كده اللي عندهم ان هيلثي بلاد فيسلز عندهم اوعيه دمويه مش سليمه بيحصل لهم ايه؟ بديهم ايه؟ لو دوز اوف اسبرين ليه؟ عشان ازود السيوله. انت فاهم الفكره؟ الفكره بقى ان عيان السكر مش السيولة عالية أما بينزف عنده المناعة قليلة فالتئام الجرح بيبقى بطيء هتلاقيه بيجيب دم لفترة طويلة هي الفكرة مش في الدم مش في السيولة الفكرة إن الجرح نفسه بيلتئم بشكل بطيء أما لو هنتكلم على السيولة بالعكس عيان السكر عنده السيولة قليلة بيبقى عرضة أكتر للجلطة تمام؟ طيب بصوا بس يا شباب هو تقريبا صور التجربة الثالثة مرتين يعني هتلاقي في الآخر كده في حاجة غلط هتلاقي في الآخر كده التجربة متكررة تاني ده مش ورقة زيادة ولا حاجة ده ممكن تشيله خالص يعني هو آخر واحد اثنين ثلاثة أربعة آخر أربع صفحات شيلهم خالص يعني بصورهم بزيادة يعني ده تكرار طيب جاهزين؟ يلا شباب ماشي البليدنج تايم التعريف It is the time needed to stop bleeding without clot formation يعني بالفازو كونستريكشن وبتفاعلات الصفائح بالبليدنج رياكشن والاثنين وظيفة ايه؟ الصفائح Both are function of bleeding يعني ايه يعني؟ اي ايه يعني هذا معناه يعني لا لا مش ديو تو اي دي يعني هذا معناه كذا يعني اما اقول لك ان الجسم ان الجسم بيوقف النزيف من غير ما يكون جلطه ده معناه انه بيوقفه بالصفايح بالفازو كونستريكشن وبالصفايح نمره اثنين البليدنج تايم هو مقياس بيقيس لي الصفايح بيقيس لي عدد الصفايح النمبر والفانكشن الوظيفه ادي التعريف الستبس اسهل تجربه في خطواتها اسهل واحده سترلايز ذا فينجر بريك ات
وشغل الستوب ووتش. ستارت يور ستوب ووتش ايميديتلي باستخدام فلتر بيبر او قطعه من القطن. وايب يعني امسح الدم اللي خارج من الشكه كل 15 ثانيه من غير ما تعصر صباع العيان without squeezing. من أربعة the time needed for bleeding to stop is recorded. تسجل الوقت اللي أخذته لإيقاف النزيف. بس نورمال فاليو. تاني سؤال عالسريع. هل تكتب الـ or piece of cotton؟ دي فلتر بيبر piece of cotton. يعني دي لا أنت اكتب الاثنين باستخدام فلتر بيبر أو piece of cotton. أصل أنت تجربة كلها صغيرة فأنت هتوقع حاجة زي دي ليه؟ لحظة والله نسيت. النورمال فاليو نورمال فاليو من دقيقة لثلاث دقائق. برولونجد ان أسباب البرولونجد بليدنج تايم إما مشكلة في العدد تبقى أقل من 50,000 زي مرض الثرومبوسيتوبينيا أو مشكلة في الوظائف زي مرض الثرومبوأفينيا. وفي الآخر تعرف له مرض البيربرا بس وأنا بقى بيحدد لك بيقول لك إيه الثرومبوسيتوبينيك بيربرا يعني بيربرا نتيجة نقص في الصفائح. بص التعريف It is a disease characterized by excessive subcutaneous small hemorrhages نزيف تحت الجلد صغير بنسميه بتيك بقع due to هو بيقول لك thrombocytopenic يبقى سببها نقص في عدد الصفائح يبقى أقل من 50,000. أدي أول تجربة صفحة يعني صفحة إلا لو طلب معها إلا لو طلب معها إيه؟ مقارنة من البيربرا والهيموفيلا أنا بكتب ديو دي يعني طلب البيربرا برضه بص لو طلب منك الثرومبوسيتوبينيك بيربرا في السؤال يبقى هو عايزها لوحدها في التعريف دي بس دي بس يعني عايز تعرفها بس انما لو ما طلبهاش منك ما تتطوعش انك تكتبها تكتبها انت او تكتب البيربرا انت بجاوب لك السؤال ده فاهمين انا قصدي ايه يعني لو هو طلب منك في السؤال كده قال لك عرف لي يعني ايه ثرومبوسيتوبينيك بيربرا اكتبها زي ما هي عندك كده اكتب تعريفها اللي عندك ده انما لو ما طلبهاش ما تتطوعش من نفسك انك تكتبها ما انت كده كده هتكتبها مع السؤال ده المقارنه بتاعت البيربرا والهيموفيل يعني بيجيب السؤال ده يا اما مش بيجيبه وبيطلب الثرومبوسيتوبينيك بالظبط كده بص من الاخر هو غالبا بيجيب السؤال ده مع البليدنج تايم عارف ليه؟ لان البليدنج تايم كتجربه قصيره هي دي الفكره مش اكتر يعني هو عايز يعني هو عايز يكبر التجربه عايز بس يطولها فغالبا بيطلب المقارنه دي مع البليدنج تايم فساعتها مش محتاج انك تكتب دي وقت الجدول الصفحه الثانيه الكلوتنج تايم it is the time needed for clot formation it is a measure of clotting factors حط خط تحتيها دي of intrinsic pathway ده بيقيس الانترنسك مش الاكسترنسك الستبس هنا بقى ثلاث طرق كابيلاري وسلايد وتيوب والتيوب هو الموست اكتر اكثرهم دقه الكابيلاري ميثود سترلايز ذا فينجر بريك ات ساك يعني اشفط او اسحب الدم ها باي نون هيبارينايزد كابيلاري تيوب حط الخط تحتيها نون هيبارينايزد اوعى تنساه وبعدين شغل الستوب ووتش وحط الكابيلاري تيوب عند حرارة 37 يعني في كف ايديك in the palm break a small piece of the tube اكسر جزء صغير من الانبوبه كل نص دقيقه لحد ما خيوط الفايبرين الرفيعه till fine fibrin threads appear وبعدين احسب الوقت اللي انت اخدته عشان خاطر يتكون الفايبرين threads الثانيه slide method حط نقطه دم على جلاس سلايد وابحث عن ظهور الفايبرين ثريد باستخدام بين يعني ايه بين ابره او دبوس التيوب ميثود بقى الموست اكيوريت دي اكثرهم دقه هنا بقى قايلها لك ايه واضحه الدم بيتسحب من الوريد البلاد از ويذدرون فروم ايفين وشغل الستوب ووتش الدم حطه في انبوبتين صغيرين وش معنى انبوبتين يعني عشان لو واحده اتكسرت يبقى عندك واحده اضافيه احتياطيه مش اكتر Blood is put into small tubes. بص, the two tubes are incubated. بحطهم في حضانة. عبارة عن water bath. حمام مائي. حرارته 37 درجة مئوية. طب ازاي بشوف التجلط? بشوف التجلط الكواجيوليشن is looked for by tilting the tubes بميل الانابيب كل نص دقيقة. هنا بقى هنزود اخر خطوة.
يعني امتى اعرف ان ده متجلط؟ لو ما يطلع اكتر من 90 والدم ما اتسكتش. اكتب معايا الكواجيوليشن، دي اخر خطوه بقى. الكواجيوليشن از كومبليتد when the tubes are tilted more than 90 degrees without spilling of blood. امتى اعرف ان التجلط اكتمل؟ لو ميلت الانبوبتين اكتر من 90 درجه والدم ما انسكبش. سبيلنج يعني انسكاب. سهل دي اخر خطوه، اوعى تنساها دي مع التيوب ميثود. الكواجيوليشن از كومبليتد وين ذا تيوبس ار تلتد مور ذان 90 ديجريز وذاوت سبيلنج اوف بلاد. ماشي، يبقى التعريف، الخطوات، النورمال فاليو من 4 ل 10 دقائق. يلا بس اسباب البرولونجد كروبنج تايم بيطول في حالات ايه؟ واحد الهيموفيلياز، هتاخد بالك هيموفيلياز يعني مش هيموفيليا، هي كذا نوع. It is a congenital، مرض وراثي. كلمة congenital أو hereditary الاثنين معناها مرض. سكس لينكد يعني مرتبط بالسكس كروموزوم، الاكس كروموزوم. ريسيسيف متنحي، كارد باي فيميلز، تبقى الفيميل حامله للمرض وبيأثر بشكل اساسي على الرجاله، اند مينلي افكتس ميلز. بيمتاز ببليدنج تندنسي، قابليه للنزيف بعد الاصابات البسيطه افتر ماينور تروما. بعد كده في جدول صغير بقى انواع واسباب الهيموفيليا. هيموفيليا ايه؟ نقص فاكتور 8 بيقول لك ده الكلاسيك تايب اوف هيموفيليا. ده النوع التقليدي، هو الموست كومن تايب، اشهر نوع، بيحصل في 85% من العيانين بتوع الهيموفيليا. هيموفيليا بي نقص فاكتور 9 في 10%، هيموفيليا سي نقص فاكتور 11 في 5%. ادي اول سبب الهيموفيليا. اثنين الصفرة الانسدادية بسبب نقص فيتامين كي. ثلاثة امراض الكبد. اربعة العيانين اللي بيتعالجوا بهيبارين او داي كيومر. اظن مفيش اسهل من كده. كلمه ورد غطاها. طب بص بقى الجدول اهو، انت داخل مذاكره زي ما انت جاهز بيه، يا يجي لك هنا يا اما يجي لك هنا. التعريف البربرا تاني. It is a disease characterized by subcutaneous small spontaneous hemorrhages. 3S، نزيف تحت الجلد، نزيف صغير وتلقائي spontaneous. اكتب لي بس بين قوسين كلمة ايه؟ بيتيك يعني بقى. التعريف بين قوسين كلمة بيتيك بقى. اه في التعريف جنب البربرا، يعني بعد ما تخلص التعريف اكتب كلمة بيتيك يعني بقع في الجلد. ايه؟ اه بعد الهيموريجز، اه بين قوسين كلمة بيتيك كده خلاص. تعريف الهيموفيليا تاني. Disease characterized by bleeding tendency after minor trauma. It is a hereditary X-linked recessive. بص تاخد بالك كلمة وراثي مكتوبة بالشكلين، مرة congenital ومرة hereditary، هي هي. عايز تكتب دي في المرتين اوكي، عايز تكتبهم زي ما هم عندك اوكي، عايز تكتب hereditary بس زي ما انت عايز، الاثنين نفس المعنى. الكوز البيربرا سببها يا اما مشكله في العدد ثرومبوسايتوبينيا، مشكله في الوظيفه ثرومبو اثينيا. طب الهيموفيليا اسبابها بيقول لك نقص بعض عامل التجلط. من فضلك هنا اذكر الانواع، يعني هيموفيليا ايه؟ نقص فاكتور 8. ما انت بتقول الاسباب ايه؟ فتقول له نقص فاكتور 8 يعمل لي هيموفيليا ايه؟ نقص فاكتور 9 هيموفيليا بي. اه التلات انواع تاني تكتبهم هنا، يعني اكتب هنا في اسباب الهيموفيليا التايبس، اوعى تنساها، انواع الهيموفيليا واسباب كل نوع، اوعى تنساها. ولكن المره دي بس لما نقصوا يزن شويه، يعني شويه حاجات بسيطه احسن بكتير جدا من المره الاولانيه. طيب السكس افكتد البربرا
both sexes are equally affected. في الهيموفيليا الميلز ار ميلي افكتد وايت الميلز ار كاريرز. بس الهيموفيليا ايه برضه نقص فاكتور زي اللي عندك فوق بس اول انواع دي فاكتورز بس لا. ولا هي نفس الجدول كلها الجدول كله الاسباب تاني الاسباب تاني وده كان في المية وده كان في المية وده كان في المية كل البليدنج تايم والكلوتنج تايم في البيربر بليدنج تايم برولونجد وكلوتنج تايم نورمال في الهيموفيليا البليدنج تايم نورمال وكلوتنج تايم برولونجد الكلام عمال بيعيد ويزيد في نفسه انا سئلت منه اساسا اوكي يا شباب يلا اصل الجدول ده له سؤال هو هيقول لك هاو كان يو ديفرنشيت ازاي يفرق بين مرض البربرا وبين مرض الهيموفيليا يطلبها منك كده بالنص في اي مشكله هنا يا شباب لو حد نقص درجه في يعني في التجربتين دول اعمل فيه ايه المفروض يعني علقهم برموش يمكن اطول تجربه نسبيا يعني بقى هي البلاد مود هي عندك في الورقه طويله بس في الامتحان مش بتقول ده ليه لان اسئله النظري اللي مكتوبه عندك ورا بيجيب منهم واحد بس يعني انت عندك مكتوب ورا البلاد جروبس اربع اسئله في النظري لا هو بيطلب منك في الامتحان ايه واحد منهم بس فهو اصلا يعني في الامتحان يعني حتى كمان في الامتحان صغيره مش كبيره في الكتابه طيب البلاد جروبس فصائل الدم في الامتحان هيقول لك كده هيقول لك ازاي بحدد فصيله الدم قبل ما تخش في الخطوات اكتب لي حاجه اسمها الاي او سيستم يعني هو احنا عندنا كام فصيله الدم يا شباب اربعه اي وبي واي بي واو قال لك في اثنين انتيجنز عباره عن ميوكو بوليساكرايدز تركيبه ميوكو بوليساكرايدز وجودهم او عدم وجودهم على سطح كره الدم الحمراء عرفنا ان احنا عندنا اربع فصائل الدم تسلم ايديك شكرا شكرا تسلم ايدك دي المكافاه بتاعتك اه طبعا اسمهم ايه بقى التو انتيجنز دول؟ انتيجين ايه وانتيجين بي وجود الاثنين انتيجنز دول وخد بالك او عدم وجودهم عرفنا ان احنا عندنا اربع فصائل للدم بص ازاي الناس اللي عندهم انتيجين ايه بس ده فصيله دمهم ازاي بي هو عنده ايه بقى ايه اللي عنده انتيجين ايه فصيله دمه ايه سكر اللي عنده الشخص اللي عنده بي بس يبقى بي اللي عنده الاثنين يبقى ايه اللي ما عندوش خالص او بنسمي دي الاي بي او سيستم فانت من فضلك بقى قبل ما تخش له في الخطوات اشرح له يعني ايه اي بي او سيستم ايه عندك في الورق معمولين في جدول ظريف جدا كده بص ادي الانتيجين وادي الانتيبودي ومن فضلك التعريفات اللي هقولها دي او المصطلحات دي خليها في يعني خليها في ذهنك كلمه انتيجين يعني اجليوتينوجين وكلمه انتيبودي يعني اجليوتينين انتيجين يعني اجليوتينوجين وانتيبودي يعني اجليوتينين لان الاثنين اما بيتفاعلوا مع بعض بنسمي التفاعل اجليوتينيشن لو التخثر البسيط اللي بيحصل وانا بقيس فصيله الدم او الار اتش يبقى كلمة انتيجين يعني اجليوتينوجين هتلاقيها في ورقة اثناء الشرح ما تقلقش كلمة انتيجين يعني اجليوتينوجين كلمة انتيبودي يعني اجليوتينين هتقول لي طب احنا الانتيجين عرفناه ايه قصة الانتيبودي دي؟ هو الانتيجين موجود فين يا شباب؟ قلت لك على سطح كرة الدم الحمراء امال الانتيبودي موجود فين؟ في البلازما في الدم بص بقى بالظبط كده بص بقى يا سيدي اللي فصيله دمه ايه عنده انتيجين ايه او بنسميه انتيجين الفا
وربنا يخلق له في الدم جسم مضاد للبي، يعني يخلق له أنتي بي أو أنتي بي. ما أصلا ما ينفعش يخلق له الأنتيجين ويخلق له في نفس الشخص الجسم المضاد بتاعه، ما هيدفع له مع بعض ودمه يتكسر. يبقى الشخص اللي فصيل دمه ايه؟ عرفنا ان هو ايه؟ لانه عنده انتيجين ايه؟ وفي البلازما عنده انتي بي. اللي ما فهمش دي عنده فرصة تانية انه يفهم في الفصيلة التانية. اللي فصيل دمه بي يبقى عنده انتيجين بي او بي. والانتيبودي اللي في الدم اللي في البلازما انتي ايه او انتي الفا. اللي ما فهمش الاثنين دول عنده فرصه ثالثه انه يفهم في الفصيله الثالثه. اللي فصيله دمه اي بي يبقى عنده انتيجين ايه وانتيجين بي الاثنين. وفي الاجسام المضاده ما عندوش لانه عنده الاثنين ايه انتيجين. حلو. اللي ما فهمش A و B و A B الحق عليه بقى في اللي جاي اخر فصيله اللي فصيله الدم O ما عندوش انتج، بس في الدم عنده الاثنين انتي بودز، عنده الانتي A والانتي B. عشان كده يا شباب في الجدول اللي عندك في الاول ده عايزك بس تزود على فصيل الدم A B كلمة وعلى فصيل الدم O كلمة. اللي فصيل الدم A B عنده الاثنين أنتج بس ما عندوش ولا جسم مضاد، عشان كده ممكن يستقبل من أي فصيل. بنسميه Universal Recipient، مستقبل عام. بزودي فصيل الدم A B بنسميه Universal Recipient، مستقبل عام لانه ما عندوش انتيبودز. والعكس في الفصيل الدم او ما عندوش انتيجنز خالص، فممكن يدي اي فصيله بنسميه واهب عام او معطي عام، يونيفرسال دونر. بس قصه معطي عام او مستقبل عام الكلام ده دلوقتي ايه؟ يعني ما بقاش مقبول قوي. يعني دلوقتي الاولويه انك تدي الشخص نفس فصيلته. انت الجأ لاوه؟ لو في الثلاجه ما فيش فصيلته طبعا، ما انا اعمل ايه يعني؟ واحد بينزف وهيموت ادي له اوه؟ ما اعمل ايه؟ بس يعني يبقى بس الاولويه ان انا ادي نفس الفصيل. يعني الكلام بتاع يونيفرسال ريسيبيانت ويونيفرسال دونر ده كلام ايه؟ كلام قديم شويه. تعالى مع بعض نقرا الجدول او هيحصل ايه؟ ممكن يحصل شويه تفاهم. لا واللي بيحصل حتى لو اديت او ممكن يحصل تفاهم. لان المشكله ان بتاع او عنده الانتي ايه والانتي بي. افرض دلوقتي فصيل دمه ايه؟ يعني عنده انتيجين ايه؟ وانت اديته او، الاو فيها ايه؟ الانتي ايه؟ فممكن يحصل شويه تفاهم. لا يستحسن الاولويه دلوقتي كل واحد ياخد فصيلته. خلصت. واحنا في المستشفى بنعمل كده على فكره. انا مواد مثلا عندنا في عين شمس في الدمرداش، واهل العيان يا جماعه طب احنا هنروح نجيب لكم فصيله من الثلاجه عندنا من الدمرداش او من عين شمس، طب ما لقيناش فصيلته مش بنيأس، طب نروح مثلا مش عارف مركز مركز بكسيره بتاع المصط والمحل في الدقي عندهم ثلاجه دم هناك، مش عارف نروح القصر العيني كل ده وهو لسه مصر. بص انت مش هتلحق العيان يعني بعد كده ايه يعني بيحصل حاجه فيموت منك ما عملتش حاجه. في ناس حالتهم ممكن تستنى شويه وممكن اهلهم يلفوا شويه عقبال ما ايه يعني انا بديله ملح ومش عارف ايه بحاول ان الحق وبديله حاجات تعمل فازو كونتريشن ترفع الضغط يكون هم جابوا كيس الدم بتاع او يعني او يعني او الاكياس اللي فصلته. لو حصل بقى وما لقاش فصلته خلاص هو او وزي ما يحصل يحصل. طيب بقول لك الاي بي بيدوا له بالريسورس بتاعه ولا مش؟ لا هناخد الريسورس دلوقتي. الاي بي او سيستم بيقول لك there are four blood groups، اربع فصائل للدم. اللي فصيله دمه ايه؟ عنده انتيجين ايه على الار بي سي وعنده بيتا او بي انتيبودز في البلازما. اللي فصيله دمه بي عنده بي انتيجين في الار بي سيز او على الار بي سيز وعنده الفا انتيبودز في البلازما.
غسيل الدم A B عنده ال A وال B antigen وما عندوش antibodies. غسيل الدم B ما عندوش لا A ولا B بس عنده الاثنين antibodies الالفا والبي. زود لي بس على ال A B universal recipient وال O universal donor بس. تعالى بقى نخش في الخطوات. وانا بقول لك الكلام ده وهسال وهتتلخبط. ثواني يا شباب. الو. خطوات تحديد فصيله الدم. انا بقول لك دلوقتي انا هسالك وفي ناس من اللي قاعدين هيجاوبوا غلط. من فضلك الجدول اللي احنا قلناه ده دلوقتي يعني يشيله من مخك شويه. لان الجدول ده كنت بتكلم في نفس الشخص، في نفس الشخص جوه جسمه الار بي سيز عليها ايه والبلازما فيه ايه. انسى بقى الكلام ده. انا دلوقتي عايز اختبر فصيله الدم في المعمل. فانا بحضر معامل من عندي انا. بحضر جسم مضاد. بحضر جسم مضاد للاي وجسم مضاد للبي. ده من عندي. ده من عندي. يعني ده مش جوه جسم. بحط نقطة انتي اي في ناحية ونقطة انتي بي في ناحية اخرى من السلايد. الانتي اي مش بنحط ليه الدم بيبقى لونه ازرق. حطه على ايه؟ حط الدم على السلايد. لا وبعدين؟ بعد كده حط الرن ده. لا انا بحط الاول. يا سلام. ما طبعا ما ده ممكن يجلط. هيلحق في السريع. انت محتاج انك اول ما تحط الدم تعمل ميكس على طول. انتي ايه وانتي بي. معامل الانتي ايه لونه ازرق والانتي بي لونه اصفر. وبعدين بعد ما اشك صباع العيان احط نقطه دم هنا مره على الانتي ايه ومره تانية على الانتي بي. عندي كام احتمال؟ اربعه. مش اربعه فصايل. ماشي ركز في اللي جاي ده. لو حصل تفاعل والتفاعل هنسميه اجليوتينيشن يعني الدم يتجمع في شكل جزيئات صغيره نوع من انواع التخثر البسيط كده. لو حصل تفاعل ما بين الدم ونقطه الانتي ايه وما حصلش مع الانتي بي يبقى الشخص ده فصيله دمه ايه. الحمد لله ما حدش قال بيه. تمام. مصل اكيد الانتيجين اتفاعل مع الانتيبودي بتاعه. يعني ايه اللي خلى التفاعل يحصل مع الانتي ايه؟ لان دم الشخص ده كان فيه انتيجين ايه واللي عنده انتيجين ايه فصيله دم قلنا ايه. تمام. حلو قوي الحمد لله. ما تغلط في ايه اصلا انا بيدي بتخرم وداني. الاحتمال الثاني لو حصل التفاعل مع نقطه الانتي بي وما حصلش مع الانتي ايه يبقى الفصيله دي ايه؟ بي. دكتور بس اللي الانتي ايه ده هيكون في فصيله الدم بي. ده كان اهو صح؟ ده الانتي ايه ده في البلازما بتاعته. انا هنا حاطط الانتي ايه فين؟ على سلايد. انا مالي ومال دمه دلوقتي؟ انا مالي ومال البلازما؟ انا يهمني الانتيجين. ما ده الكلام اللي انا قلته. شفت اهو وصلت سأل برضه. كله بيشغل دماغه. انا عارف. طب لو حصل تفاعل مع النقطتين ايه يبقى ايه بي؟ لو ما حصلش تفاعل خالص يبقى او. انت حضرتك في الخطوات لازم ترسم التفاعل بتاع كل فصيله زي ما هي عندك. نقرا مع بعض الخطوات. الستبس. Place the glass slide in front of you. Place one drop of anti-A اللي هو لونه أزرق on one side of the slide and one drop of anti-B اللي هو لونه أصفر on the other side. Sterilize the finger and prick it by a lancet. Place one drop on the anti-A and another drop of blood on the anti-B. Quickly mix. Mix يعني اخلط الدم بالجسم المضاد بالانتي اي والانتي بي. اوبزرف. لاحظ التفاعل اللي هيحصل.
observed agglutination على الناحيتين بتوع الشريحة. أول احتمال هو هنا إيه؟ مش أظن الفصيلة إيه؟ أظن ده أول احتمال يعني. هتلاقيهم في الترقيم A B C D A. لو حصل تفاعل بنسميه agglutination أو clumping. نفس المعنى clumping يعني agglutination تخفر برضو. لو حصل مع البوث ميكتشرز عند النقطتين يبقى بالتالي البلاد سيلز شايله البوث اجليوتينوجنز يعني شايله الانجين A والانجين B يبقى الفصيله دي ايه؟ AB وترسم السلايد بتاعها. اثنين لو ما حصلش لا مكتوبه في حد مكتوب عنده اجليوتينوجن؟ صوتيها من امبارح؟ ده من امبارح ما انا عدلتها. اجليوتينوجنز. انا قلت لكم امبارح عدلوها. انت ما عدلتهاش؟ طيب. الاحتمال الثاني لو ما حصلش اجليوتينيشن مع اي نقطه من الاثنين يبقى الدم ده ما فيهوش الاثنين انتيجنز. تظل دم او. الاحتمال الثالث لو حصل تفاعل مع الانتي ايه بس مش مع الانتي بي يبقى الدم فيه ايه يبقى الفصيله ايه. لو حصل تفاعل مع الانتي بي بس مش مع الانتي ايه يبقى الدم فيه انجين بي يبقى الفصيله بي. سهله ايه طبعا برضو طبعا خارج الجسم ما ينفعش تطلع فوق الجسم. بص الاسئله اللي جايه دي من فضلك من فضلك ذاكرها للنظري. انا عندي فيه اربع اسئله مع البلاد جروبس. اثار نقل الدم الخاطئ هو اول موضوع عندك. effects of incompatible incompatible يعني wrong خاطئ. اثار نقل الدم الخاطئ يعني لو واحد اخذ فصيله مش فصيلته فصيله مش متطابقه مع فصيلته. السؤال الثاني اقلب الصفحه يقول لك الimportance اهميه تحديد فصيله الدم. اقلب الصفحه السؤال الثالث يقول لك الـ indications of blood transfusion دواعي نقل الدم. يعني مكتوب عندك indications of blood indications صح؟ indications of blood transfusion دواعي نقل الدم. نمرة أربعة الـ precautions of blood transfusion الاحتياطات اللي لابد من اتخاذها قبل نقل الدم. الأربع مواضيع دول من فضلك يتذاكروا مع العملي ومن فضلك تاني يتذاكروا وقت النظري. الكلام واضح عشان ما يجيش في امتحان الريتن وتقول لي دول عملي. لا يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها عملي هنا. دول ممكن يجوا مع النظري. طيب نمسك اول سؤال وده اشهر سؤال بيجي مع البلاد جروبس. زي كده بالظبط ما قلت لك في سهل في الهيموجلوبين ممكن يجيب لك اي نوع من الانيميا بس بيركز على ايه؟ الماكروسيتك اللي جات لكم غالبا بيجيب نفس الفكره هنا. انت داخل مذاكر الاربع مواضيع غالبا بيجيب السؤال ده. اثار نقل الدم الخاطئ لو واحد اتنقل له دم عن طريق الخطا يحصل التالي. بس بص لي هنا وبعد كده انا هقرا معاك. يحصل ايه؟ واحد يحصل التفاعل ده اللي هو الاجليوتينيشن اللي هو الكلامبنج. الدم يتجمع في شكل جزيئات صغيره. اما الدم يتجمع بالمنظر ده مش ده ممكن يسكر لك او يقفل لك وعاء دموي؟ طب العين هيشتكي من ايه؟ قال لك على حسب الوعاء الدموي اللي اتقفل. لو انا قفلت وعاء دموي صغير العيان هيشتكي من وجع في المفاصل جوينت بين والم في الظهر باك ايك. لو قفل لي فيسلز مهمه زي الكورونري. مين هو الكورونري؟ التاجي اللي بيغذي القلب. العيان هيعاني من الم الذبحه الصدريه انجينال بين. ادي اول افكت. اثنين اللي بيتقله دم غلط دمه يتكسر جوه الوعاء الدموي. يحصل حاجه اسمها انترا فاسكولار هيموليزيس تكسير الدم داخل الاوعيه الدمويه وينتج عن هذا التالي. هو مش الدم اتكسر لان ده تفاعل نوع من انواع الحساسيه. وايه اللي بيخرج عن الحساسيه؟ هيستامين. الهيستامين بيخرج من الماست سيلز والبيزوفيلز. اما الهيستامين يعلى يعمل ايه في الوعاء الدموي؟ دايلاتيشن.
وما الوعاء الدموي يوسع الضغط فيه يقل فيخش في شوك. يبقى يعني ايه شوك؟ صدمة. انا عارف صدمة. والطب يعني ايه شوك؟ انخفاض حاد في ضغط الدم. انخفاض حاد في ضغط الدم بسبب الهستامين عمل فازو دايلاتيشن. ادي اول حاجة. كل ده نتيجة تكسير الار بي سيز. نمرة اتنين، مش جوه فيه بوتاسيوم؟ اهم ايون الموجب جوه اي خلية في جسمنا هو البوتاسيوم. البوتاسيوم يخرج ويعلى في الدم، سميناها ايه دي؟ في النيرف هايبر كالينيا. بوتاسيوم عالي في الدم هيقول لي طب البوتاسيوم ده يعمل ايه؟ قال لك يلخبط ايقاع ضربات القلب، يلخبط دقات القلب، يخليها غير منتظمه. بنسميها كاردياك، كارديك يعني قلب، اريثميا، ريثم يعني ايقاع، يعني مفيش ايقاع، يعني الايقاع اتلخبط بقى دقات القلب غير منتظمه. الريجولار هارت ريت. نمره 3، الار بي سي تتكسر تخرج الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يتحول الى بيلي روبين. البيلي روبين يعلى في الدم، سميناها صفرة جوندس، العيان يصفر. مش بس كده، كمان الهيموجلوبين يتفلتر عن طريق الكلى فينزل في مجرى البول، ينزل في انابيب الكلى. الكلى بتفلتر احماض صح؟ يعني انابيب الكلى فيها احماض، وكمان دلوقتي فيها ايه؟ هيموجلوبين. هيموجلوبين مع حمض يعمل لي ماده اخذنا اسمها في السهلي اسيد هيماتين. دم مع حمض، هيموجلوبين مع حمض، الاسيد هيماتين يقفل لك انابيب الكلى، يقفل لك مجرى البول، يعمل بلوكج اوف ذا رينال تيوبيول. فالعيان يشتكي من ايه؟ انيوريا، ما ينزلش بول، السموم في دمه تعلى لان الكلى مسدوده، الفلتر مسدود، زي ماده البولينه اللي هي اليوريا تعلى في الدم نسميها يوريميا. يخش فشل كلوي، رينال فيلير، ممكن يموت دف. طب ده على حسب ايه؟ على حسب كميه الدفاع اللي حصل. اوكي يا شباب، ده اشهر سؤال بيجي، اشهر سؤال بيجي مع البلاد جروبس. العيان اللي بنقله ده عن طريق الخطا يحصل عنده ايه؟ نقراها مع بعض. effects of incompatible blood transfusion. بيقول لك لو واحد اتنقله دم غير صالح او دم عن طريق الخطا، ده يؤدي الى التفاعل اللي هو الكلامبنج، الاجلوتينيشن، وتكسير كريات الدم الحمراء هيمولز. نبدا باول واحد، تتقفل الشعيرات الدمويه، يحصل بلوكج اوف ذا بلاد كابيلاريز. ده بيحصل عن طريق الكلامبنج اوف ذا ار بي سيز، ويؤدي الى وجع في المفاصل، جوينت بين، والم في الظهر، باك ايك. لو قفل الكوروناري فيسلز، الاوعيه التاجيه، هيؤدي الى ما يسمى بالم الذبحه الصدريه، انجينا بين. ايه اللي بيحصل؟ كلامبنج يعني كلامبنج تفاعل اللي هو تخفض اللي هو الابيوجينيشن اللي هو اسمه كلامبنج. نمرة اثنين، الدم يتكسر داخل الوعاء الدموي، انترا فاسكولار هيمولسيس، فيحصل التالي، شوك بسبب خروج الهستامين والفازو دايليتورز والمواد الاخرى اللي بتعمل دايليتيشن، وده يؤدي الى دروب، انخفاض في ضغط الدم، دروب اوف ارتيريال بلاد بريشر. اثنين، لايبريشن يعني يخرج، يخرج البوتاسيوم من الار بي سيز، يعلى في الدم. لايبريشن البوتاسيوم على اليمين، اخر حاجه على اليمين عندك، لايبريشن اوف بوتاسيوم، يخرج البوتاسيوم، سميها هايبر كاليميا، فيعمل لي كاردياك اريثميز، يعمل لي لخبطه في ايقاع القلب، يعمل لي عدم انتظام في دقات القلب. الريجولار هارت ريت، هات المربع اللي في النص، يخرج الهيموجلوبين نتيجه التكسير، وده يؤدي الى التالي، واحد يتكسر الى بيلي روبن، البيليروبين يعمل لي لون اصفر في الجلد وفي الميوكس ممبرين، جوندس. طيب صفر. اثنين، الهيموجلوبين ريتشز، يوصل انابيب الكلى لانه بيتفلتر بالرينال جلوميرولاي، دي الكابيلاريز اللي عند الكلى، تفلتر الهيموجلوبين يعني تنزله في مجرى البول في انابيب الكلى، اند كونفيرتد تو اسيد هيماتين، اللي يعمل بلوك، اللي يقفل لي انابيب الكلى،
رينال تيوبيولز، وده يؤدي الى رينال فيلير، فشل كلوي، انيوريا، ان العيان ما يجيبش بول، ما ينزلش بول، ما فيش بول، يوريميا، ارتفاع السموم في الدم البولينا، اند ديث. سهله ماشي. امبورتنس اوف بلاد جروبس، اهميه تحديد فصيله الدم. انا ليه في الطب مهم اعرف الشخص فصيله الدم ايه؟ انا هبدا بنمره 2، ده مهم في نقل الدم صح؟ يعني نقل الدم المتطابق او السليم بيعتمد على تحديد فصيله الدم، دي اول حاجه. البلاد ترانسفيوجن بيقول لك الكومباتيبلتي، يعني سلامه نقل الدم بتعتمد على البلاد جروب، على فصيله الدم. هبدا اول واحده، اهميه ميديكو ليجل، يعني في الطب الشرعي في حالات النسب المشكوك في صحته. يعني مثلا واحده بتتهم واحد ان هو ابو ابنها ده وهو بينكر، بص اللي جايه دي، تحديد فصيله الدم ينفي ولكنه لا يثبت. ازاي؟ هديك مثال، واحده فصيله دمها ايه والراجل اللي هي متهماه فصيله دمه بي، والبيبي او مش ابنه. طيب لو البيبي بي، لا تعالى هنا اعملك تحليل دي ان ايه. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره؟ انا قصدي اقول ايه، ان انا لو لقيت فصيله دم البيبي قريبه من فصيله دم الام او الاب، الاب بالذات طبعا لان هو ده اللي انا شاكك ان هو ابوه، ساعتها اقول لا اعمل دي ان ايه. يبقى تحديد فصيله الدم بيعمل ايه؟ ينفي ولا يؤكد ولا يثبت. بيسموا الحالات دي disputed paternity، يعني ايه؟ يعني نسب او ابوه مشكوك في صحتها، disputed paternity. تعالى مع بعض نقراها، medical legal يعني الطب الشرعي. comparing the blood group، مقارنه فصيله الدم بتاعت الطفل مع فصيله الدم بتاعت الام وبتاعت disputed father اللي هو الاب المتهم، كان اكسكلود، يعني يمكن انها تستثني او تنفي لك ان الشخص ده هو اب الطفل. نمره 2، لكن كومبيرك البلاد جروب ما يقدرش ياكد لك، كانوت بروف، ان الشخص ده هو اب الطفل ده. فهمتها؟ ماشي. هات السؤال الثالث، دواعي نقل الدم، indications of blood transfusion. دي بقى تافهه جدا، تافهه جدا. ما احنا قلناها دي. طيب انا امتى احتاج انقل دم؟ لو سالت واحد في الشارع، يعني واحد بينزل ينقل له دم. طيب انا في الحاله دي بنقل له الدم بكل مكوناته، يعني بنقل له البلازما والار بي سيز والوايت بي سيز والصفايح والبلازما بروتينز، بنقل له كل مكونات الدم، فبتسمي الحاله دي هول بلاد ترانسفيوشن، زي في حالات الايه؟ النزيف الهيموفيلو عندك. امتى احتاج ان انا انقل دم؟ تو ريستور، يعني لاستعاده كل الدم، زي في حالات النزيف الهيموفيلو. طب عيان ثرومبوسايتوبينيا نقص الصفايح، انقل له دم ولا انقل له العنصر اللي ناقص عنده بس؟ اللي هو مين؟ الصفايح. بلاش. واحد عنده هيموفيليا ايه؟ نقص فاكتور 8، انقل له دم كامل ولا انقل له فاكتور 8 بس؟ بلاش. واحد عنده نقص البومين، عنده نقص بروتين في الدم، انقل له دم كامل ولا انقل له بلازما بروتينز؟ يبقى نمره 2، لاسترجاع العنصر الناقص، لاسترجاع 1 element of the blood، سواء كان الار بي سيز، الصفايح، الوايت بي سيز، البلازما بروتينز، او حتى عوامل التقلص. نمره 3، ودي بقى ناخدها في الريسس فاكتور، لو عيان لو طفل اتولد عنده نزيف بنسمي المرض اريثروبلاستوزس فيتاليس، الطفل الاحمر الملزق، هو اسمه كده على فكره، الطفل الاحمر اريثروبلاستوزس ملزق، فيتاليس طفل، اريثروبلاستوزس فيتاليس، الطفل ده بيبقى عنده تكسير في الار بي سيز، الدم اللي بنقوله له في الحقيقه انا بغير له دمه، ببدل له دمه بدم او سالب،
فبنسميها اكستشينج ترانسفيوجن. يعني انا مش بنقله دم جديد على الدم اللي عنده، لا ده انا باخد الدم اللي فيه التفاعل واديله دم جديد، دم نظيف فصلته ايه او سالب. ايه او سالب بنسمي اكستشينج، هو عشان ما فيهاش انتيجين، وسالب ما فيهوش الار اتش. او سالب بنسميه اكستشينج تبادلي، اكستشينج ترانسفيوجن تبادل دم. ادي الثلاث حالات او الثلاث دواعي اللي عليك يحطوا اللي قلل فيهم دم. هو قلنا كده يعني يحطوا من غير ما مش هيسحبوا طبعا، مش هيسحبوا. ما انا اقول لك انا شغال ده غير ما الطفل ده بيموت اصلا، لو اتولد كده بيموت. طيب الاحتياطات اللي لابد من اتخاذها قبل نقل الدم، البريكوشنز، لازم الدم يكون متطابق، البلاد لازم يكون كومباتبل باختبار اسمه دايركت كروس ماتشنج. بص انا اديك بس فكره عنه، انت مش مطالب بيها. بعمل ايه؟ بختبر الار بي سيز بتاعه المعطي عشان خاطر الانتيجنز مع البلازما بتاعه المستقبل عشان الانتيبودز. لو حصل تجلط لا يبقى بالصالح، دي بنسميها كروس ماتشنج. يعني بعمل عمليه ايه؟ تبادل وتوفيق، بشوف الدم ده صالح ولا لا، اسمها دايركت كروس ماتشنج. ادي واحد، ادي اول حاجه. نمره 2 لازم يكون دم نظيف، يعني خالي من الامراض، فري فروم ديزيزز. نمره 3 لازم يكون محتوى الهيموجلوبين فيه ايه؟ عالي. نمره 4 لازم يكون فريش طازه، يعني يبقى كيس الدم ما عداش عليه في الثلاجه اكتر من 21 يوم. بعد 21 يوم بيبدا الدم اللي فيه يتكسر، يبقى ملوش لازمه. سهله؟ خلصنا البلاد جروبس. في ادكيشنز يا بريكوشنز يا الايفكتس اوف الكومباتبل بلاد ترانسفيوجن يا الامبورتنس اوف بلاد جروبس. لا لا مش سؤال واحد، كل واحد فيهم سؤال. هو غالبا بيجيب الايفكتس اكتر واحد اول واحد، صح؟ اه اكتر واحد اول واحد اللي هي الايفكتس اوف انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. هاتي بقى الريسس فاكتور، ولا زاد الدم على الحد ايه؟ بوليسايكتيميا بقى، يبقى عنده لزوجه عاليه ومقاومه في الدم عاليه، وده يحمل على القلب، فالقلب ممكن يتعب. بص دكتور سؤال بس، يعني ينفع اب ايه وام يخلفوا ماشي ينفع، بس ده واحد لاربعة، واحد لاربعة 25% ها؟ مش فاكرها، بقول لك عليها مش فاكرها ممكن. ايوه اطلع لو الكلام ده ممكن يعني، بس عشان بص مش كده، حتى انا وانا بشرح قلت لك غالبا بينفي، ولكنه ايه؟ غير مقيم، غير مقيم، غير مقيم، غير مقيم، يعني كابيتال ايز. ايوه انا فاهم، وانا فاهم ممكن يبقى فصيل الدم ايه بس ايه مش نقي، او بي بس بي مش نقي، عايز ايه؟ فممكن غير مقيم، غير مقيم، ممكن يديني الفصيله دي. ماشي، ما انا بتكلم على دي النيو، ما انا بتكلم على كده، بس انا هجيبها لك بالظبط. انا الايكويشن دي هجيبها لك، انا فاكرها كنت حاطها في العلوم او في الاحياء، صح؟ عشان كده انا قلت لك لو تفتكري لما كنت بشرح في حالات النسب المختلط كنت بقول لك غالبا بتنفي، غالبا بتنفي بس مش متاكد. طيب هات لي بقى الريسس فاكتور او اللي بنسميه الدي فاكتور. بصوا يا شباب، اول حاجه يطلبها منك في الامتحان هيقول لك تعرف ايه عن الريسس فاكتور، وات از مينت، وات دو يو نو اباوت ريسس فاكتور. تنزل باول ثلاث جمل عندك بالراحه كده، زي ما اخذنا في فصائل الدم ان كان في اي انتيجين وكان في بي انتيجين، في انتيجين اخر موجود على سطح الار بي سيز اسمه ريسس انتيجين او اسمه الدي فاكتور. الانتيجين ده وجوده بيخلي الشخص بنسميه ار اتش موجب، يعني عنده الانتيجين، وعدم وجوده بنسميه ار اتش سالب. 85% من الناس ار اتش موجب و15% ار اتش سالب. طيب نمره 2، هما ليه سموه ريسس؟ لان اول ما تم اكتشفوه عند سلاله من القرود اسمها ريسس، فسموها ريسس فاكتور. نمره 3، ركز بقى في اللي جايه دي،
لا الشخص الموجب ولا الشخص السالب الاثنين محدش فيهم عنده الانتيبودي بتاع الريسس. لا الار اتش موجب ولا الار اتش سالب محدش من الاثنين عنده الانتيبودي بتاع الريسس. نراها مع بعض. ادي اول حته في السؤال لك وات دو يو نو اباوت ريسس فاكتور او الار اتش فاكتور. It is an antigen present on the membrane of RBCs of 85% of population اللي بسميهم RH موجب. وبقية ال 15% ما عندهمش الانتجن فبسميهم RH سالب. 2. It was first discovered in rhesus monkey. 3. Neither RH nor RH negative لا البوستيف ولا النيجاتيف has anti RH antibodies اللي هي anti D antibodies في الدم. الجزء الثاني من السؤال هيقول لك how can you determine ازاي احدد الشخص ده موجب ولا سالب. يبقى الخطوات الستيبس نفس فكره البلاد جروب. بحضر في المعمل جسم مضاد للار اتش وبحط عليه الدم. لو حصل التفاعل يبقى دم فيه الانتيجن يبقى الشخص ده موجب. لو ما حصلش التفاعل يبقى ما عندوش الانتيجن يبقى ار اتش سالب. بس المعلومه الزياده ان ساعات بحتاج ان انا احط السلايد على لمبه او في حراره 37 عشان اسرع الرياكشن لان الرياكشن بتاع الريسس بيبقى بطيء. بس وترسم السلايد لازم ارسمها. دي لازم ترسم معايا مرسومه عندك في الورق مش الباقي برضه لازم ترسمها. البلاد جروبس يعني ان عندك في الرسومات في العملي ما فيش عندك البلاد جروب والار اتش. ستيبس اوف ديترمينيشن خطوات تحديد الار اتش فاكتور. بحط نقطه انتي دي على الجلاس سلايد بعدين نقطه دم على نقطه الانتي دي اعمل ميكس. في بعض الاحيان بحتاج ان انا احط السلايد على لام او عن 37 درجه. لو حصل تفاعل يبقى ار اتش موجب لو ما حصلش ار اتش سالب. خطوات سهله زي البليدنج كده. السؤال النظري بقى اخر حاجه اهميه تحديد الار اتش فاكتور يهمني ايه كدكتور ان انا اعرف الشخص ده سالب ولا موجب. الكلينيكال سيجنيفيكانس عندك في الورق حالتين. الحالة الثانية في آخر صفحة هنبدأ بيها. إيه اللي يهمني كدكتور؟ أستفيد بإيه؟ أستفيد بإيه؟ إن أنا أعرف الشخص ده عنده الريسس ولا ما عندوش. نمرة واحد في حالات نقل الدم المتكرر. بمعنى أوعى شخص يكون سالب وتنقل له دم موجب. ليه؟ لأن جسمه هيكون ضد الأنتيجين جسم مضاد. المشكلة بتحصل امتى؟ لو في المرة الثانية عن طريق الخطأ اتنقل له برضه دم موجب. المرة دي الموجب هيلاقي الانتيبودي جاهز من أول مرة. فيتفاعلوا مع بعض ويحصل هيموليسيس ريأكشن. عشان كده الشخص السالب ما ياخدش دم ايه؟ موجب. اس ام اس كان السؤال الحصة اللي فاتت. طب هل الشخص الموجب ممكن ياخد دم سالب؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يعني هو الشخص السالب عنده الانتيجين؟ ايه المشكله؟ هو انت نقله ار اتش سالب لار اتش موجب والاثنين طبيعي ما عندهمش انتيبوديز. انت نقله واحد ما عندوش انتيجين لواحد عنده انتيجين. اللي عنده انتيجين هيتاثر بايه؟ ما هو اوريدي عنده انتيجين. فهمتوا الفكرة؟ يبقى المشكلة امتى؟ اما انقل دم موجب لسالب. سالب لموجب مش العكس. نراها مع بعض. الريبيتد بلاد ترانسفيوجن نقل الدم المتكرر. If an RH negative person receives RH positive blood فهي او شي will produce agglutinins. يعني بقى agglutinin antibodies ضد ال RH. لو نفس الشخص if this person اخذ بعد كده receives later RH positive blood يحصل التفاعل. اجلوتينيشن هو نفسه هو اللي هو الكلامبنج ده اللي احنا اخذناه مع الار بي سيز شكل التفاعل. تعالى بقى لاخر صفحه في العمل. ماشي. المرض اللي اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس الطفل الاحمر الملزم له اسم تاني اقل شهره ولكنه بيوضح معنى المرض اكتر.
اسمه ريسس هيموليتك ديزيز اوف ذا نيولي بورن. يعني ايه؟ بص ترجمها كده، طفل، كلمه نيولي بورن يعني طفل حيطلع، يعني طفل لسه مولود عنده ايه؟ تكسير هيموليسيس نتيجه مشكله في الار اتش، ريسس هيموليتك ديزيز بتاع الطفل اوف ذا نيولي بورن. انا هحكي لك بشكل قصه بقى. القصه تبدا اما ست ار اتش سالب تتجوز راجل ار اتش موجب، مش العكس. وهقول لك ليه. زي كده عملنا في البلاد جروبس، لو ست ار اتش سالب اتجوزت راجل ار اتش موجب، الجين بتاع الار اتش دوميننت سايد، فالبيبي اي بيبي هيجيبه هيبقى ايه؟ موجب. ما الراجل موجب والست سالب، يبقى اي بيبي جاي موجب. طيب المشكله ان مع اول ولاده، مع ولاده اول بيبي، اثناء انفصال المشيمه عن جدار الرحم بيهرب شويه دم، بيتسرب شويه دم من البيبي عن طريق الحبل السري للام. دم البيبي فيه ايه؟ الانتيجين. فالام تكون ضده انتي بودي نوعه ايه؟ اي جي جي. علامات في المناعة ان الاجسام المضادة خمس انواع، انا هحفظهم بكلمة جامد، جي واي وام واي ودي، اللي تكونها نوعه ايه؟ جي. ايه اللي حصل؟ اثناء انفصال المشيمة عن جدار الرحم هرب شوية دم من البيبي للام. طب دم البيبي فيه ايه؟ الار اتش انتيجين. فالام كونت ضده جسم مضاد نوعه جي، اميونوجلوبولين جي، واول ولاده تعدي بسلام. مشكله انت بقى في تاني ولاده، البيبي موجب والام جاهزه بالانتيبودي. الانتيبودي اتكون نوعه ايه فكرني؟ جي. الانتيبودي جي هو الجسم المضاد الوحيد اللي يعدي المشين، لان وزن الجزيء بتاعه صغير. عشان كده قلت لك مهم في الامتحان انك تكتب له نوع الايه؟ الانتيبودي. في تاني ولاده بقى يعدي الانتيبودي من جسم الام، الام جاهزه، بنسميها ماترنال سنسيتايزيشن، يعني جاهزه بالجسم المضاد. والجسم المضاد لان نوعه جي يعدي بمنتهى السهوله عن طريق المشيمه لمين؟ للبيبي. مصيبه سودة، لان البيبي موجب وعدى له ايه؟ الانتيبودي. يحصل تفاعل هيموليسيس، دمه يتكسر، يبقى عنده انيميا، يطلع باللروبين، يجيله جوندس، البيلروبين يعلى في الدم لدرجه انه يعبر الحاجز اللي بيفصل المخ عن الدم، اسمه بلاد برين بارير. الحاجز ده عند الاطفال بيبقى لسه غير مكتمل النمو، بيبقى لسه بينمو، فممكن البيلروبين العالي ده يعبر من الدم للمخ ويترسب في منطقه تحت تحت قشره المخ اسمها بيزال جانجليا، ونسمي الحاله دي كيرنكترس، تسمم البيلروبين، يعني من كتر ما البيلروبين ايه؟ عالي في الدم. مش ممكن لما الام تتجنب. لا الام مالهاش دعوه. مش احسن حاجه للام، بتتكلم عن البيبي. الام كل اللي عملته انها كانت جاهزه بالانتيبودي نقلته للبيبي. تاني الطفل ايه اللي هيحصل له؟ هيموليسيس، عنده الانجين والانتيبودي، عنده انيميا، عنده جوندس، عنده كرونيكترس. طيب لو الطفل اتولد بالمنظر ده غالبا هيموت. بس انت دورك كدكتور انك تعالج الحاله والشفاء من فوق بقى من عند ربنا، ممكن تحصل معجزه ويخف، بس هو غالبا بيموت. يعني عندها تفاعل اميون رياكشن في دمه، عشان كده كان علاجه ايه فاكر؟ اغير له دم، ابدل له دم، اسدد اكسشينج ترانسفيوشن. واحد يقول لي طب المرض ده ملوش علاج؟ لا، الوقايه خير من العلاج. انا ممكن امنع الحاله اصلا. ازاي بقى؟ ان دكتور النساء اللي متابع الام والاب اثناء الحمل، ما هم بيروحوا له اثناء الحمل، لازم يبقى عارف فصيله الدم والار اتش بتاعت الام وبتاعت الاب. لو لقى ان الام سالب والاب موجب يقول لها انا بعد اول ولاده مباشره هديك حقنه. الحقنه دي اسمها انتي دي، يعني جسم مضاد للار اتش بس من بره بقى، فيديها للام بعد اول ولاده فيعادل الانتيجين اللي هرب من البيبي للام، والاثنين يختفوا من الدم. ينفع
وطبعا بعد اول ولاده مباشره. وطبعا الحقنه دي تتاخد بعد مع كل ايه؟ مع كل حد، مع كل ولاده. ما الحاله دي هتحصل لو مش في اول مره في ثاني مره. يبقى انا بعمل ايه عشان امنع المرض؟ ادي حقنه اسمها انتي دي تو نيوترلايز عشان تعدل لي شويه الانتيجنز اللي هربوا من البيبي للبوم. طيب في طريقه اخرى للوقايه؟ لا اخدناها، ان ما يبقاش ام ار اتش سالب وانقل لها دم موت، لانها برضه هتبقى جاهزه بالانتيبودي. عشان كده انا بدات في الشرح بالاهميه الثانيه. يبقى ممكن امنع الحالات ان ام سالب ما تاخدش دم ايه؟ موجب. طب السؤال بقى الثاني، انت اول بيبي هو اللي يتاثر. لو الام كانت واخده دم ممكن، ادي حاجه. نمره اثنين، لو حصل نزيف داخل الرحم في تالماتيرنال هيموريدج، في الحاله دي يحصل اختلاط كبير بين دم الام ودم البيبي. يعني في الحاله دي هيعدي كميه انتيجنز كبيره من البيبي للام تكفي ان الحاله تظهر في اول مره. دي بنسميها ماتيرنال سنسيتايزيشن، تبقى الام جاهزه بالايه؟ بالانتي بودي من اول مره. ناقص سؤال واحد ونبقى خلصنا المرض. هو مش الدم عدى من الفيتس للام كله؟ يعني الار بي سيز اللي عليها البي واللي عليها الاي واللي عليها الار اتش ده كله عدى للام؟ طب ليه المرض اما حصل، ليه المشكله اما حصلت، حصلت مع الار اتش ما حصلتش مع البي والاي؟ لان الانتي بودي بتاع الاي والبي اللي اتكون نوعه ام، والام مش بيعدي الماشين. يعني الام فعلا كونت جسم مضاد ضد الاي او ضد البي على حسب اللي دخلها، بس مش هيعدي الماشين. الجي بس هو اللي عدى بتاع الار اتش. سهل يا شباب؟ نروح مع بعض. طب والام ما بتتاثر؟ ايه؟ الام بتتاثر؟ بتتاثر بس تحت النزيف بتاع الرحم. لو في نزيف داخل الرحم هتنزل هي كمان. طيب المرض اللي اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس او الريسس هيموريتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. البدايه وين ان ار اتش بوزيتيف ميل مارس يتجوز ار اتش نيجاتيف فيميل الفيتس الجنين هيبقى ار اتش موجب. اثنين، عند ولاده الطفل الاول ده اللي هيتولد طبيعي هو البي بور نورمال ليتل شويه فيتال بلاد ليكس هيتسربوا للدوره الدمويه بتاعت الام للماتيرنال سيركيوليشن لدم الام. ثلاثه، الام تكون ضده انتي دي اجليوتينين نوعه طول الدايره اي جي جي، اوعى تنساه. طيب لو نفس الام بقت حامل مره ثانيه وان ذا سيم مادر بيكمز بريجننت اجين، الانتيبوديز اللي هي الاي جي جي تعبر المشيمه كروس البلاسينتا تعمل هيموليسيس تكسير في الفيتال ار بي سيز، وده يؤدي الى انيميا عند الجنين، زياده تكوين البيليروبين عند الجنين فيجي له صفره جوندس. البيليروبين يعبر الانديفلوبد بلاد برين بارير، الحاجز الغير مكتمل النمو، حاجه اسمه بي 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 بلاد برين بارير، الحاجز اللي بين الجهاز العصبي المخ والدم، ويديبوزيت يترسب في منطقه اسمها البيزل جانجليا، فنسمي الحاله كيرنيكتراس. نمره خمسه، امتى الفيرست بيبي هو اللي بقى افكتد؟ لو الام جاهزه بالانتيبودي من اول مره. نسمي الحاله دي ماتيرنال سنسيتايزيشن، الام جاهزه من اول مره. في حالات ايه بقى؟ بريفيوس ار اتش بوزيتيف بلاد ترانسفيوجن. لو كان نقل لها دم سابق ار اتش ممكن. نمره اثنين، لو حصل فيتال ماتيرنال هيموريدج ديورينج بريجنسي. نزيف داخل الرحم اثناء الحمل. الوقايه بقى، ذيس ديزيز كان بي بريفنتد، امنعه ازاي؟ اتجنب نقل دم موجب لام سالب، دي واحد. افويدنج تجنب ار اتش بوزيتيف بلاد ترانسفيوجن لار اتش نيجاتيف فيميلز. نمره اثنين، حقنه الانتي دي، ادي انتي دي انتي بوديز اميديتلي تو ذا ماذر افتر ديليفري. ليه؟ تو نيوترلايز، عشان تعادل الانتيجين بتاع الفيتال ار بي سيز وتمنع تكوين الام للانتي بودي. طب في الحاله الماتيرنال سنسيتايزيشن، في
الماترنا اللي هو من الاول خالص برضه ولا لا؟ ما انا شكيت بقى بديها من قبل ما تولد اصلا يعني اول ما الدكتور يعرف بيديها على طول. لو كانت اوريدي كمان انت خالص ما لو جت عندي خلاص. بس يعني هو بص يعني هو حتى لو شك بيديها وزي ما تيجي تيجي ما هو يعني هو يعمل ايه بقى يعني. طيب بص اخر واحده بقى بيقول لك لو الطفل اتولد صح if the baby is born alive بعالجه ازاي؟ he would be treated by exchange transfusion with blood group O Rh سالب. ليه O؟ O سالب ما فيهوش انتش. طب البيزل جانجليا مش بيتأثر؟ مش متأثرت خلاص، بقول لك هو غالبا بيموت. عارف شباب في حالات في الطب انت يعني الطب ده اخره. خلاص انت هتعمل ايه؟ واحد عنده ضمور في خلايا عصبيه خلاص هو هيموت غالبا. بس انت بتعالج الحاله اللي قدامك. ان بي بيقول لك بقى ليه مش بيحصل مشكله؟ There is no fetal complication. يعني complication مشكله. ليه ما فيش مشكله مع الاي بي او سيستم؟ يعني مع الانتيجنز بتاعت الاي والبي؟ لان الاي بي او انتي بوديز ما تقدرش تعدي المشيمه لان نوعهم اي جي ام كوسان طيبين. سهل سهل. دكتور شباب السؤال النظري بتاع الار اتش اللي هو الاهميه المرض ونقل الدم المتكرر دول برضه في النظري تعريف الار اتش اللي اخذناه فوق والاي بي او سيستم اللي اخذناه الجدول شباب ما عدا العملي عشان بس الكلام يبقى واضح في تجربه البلاس جروب وتجربة الـ RH دول مهمين في النظري ما عدا الستيبس الآخر. تجربة البلاد جروبس وتجربة الـ RH مهمين كمان في النظري ما عدا الخطوات الستيبس. طب دول الأسئلة كلها وال اسمه ده لما بعد أول بريدنسي لما الأم بتتكون عندها اللي هو الأنتي